مرة جديدة ترفرف الأعلام اللبنانية في الفاتيكان مرافقة الكاردينال بشار الراعي في لقائه مع البابا بنديكتوس السادس عشر، فقد استقبل الحبر الأعظم في قاعة البابا بولس السادس الكرادل الجدد ترافقهم عائلاتهم والوفود المواكبة. في الخطاب الذي ألقاه أمامهم قال الحبر الأعظم إن الحدث مليء بالمشاعر وبلحظات الصلاة العميقة، كما بارك الكرادلة وأهلهم ومن يرافقونهم، موجها رسالة خاصة إلى مسيحي الشرق. أحيي بحرارة الحجاج اللبنانيين وأحمل ذكرى جميلة من زيارة الرعوية الأخيرة لبلدهم. من خلال كاردينالية البطريرك الراعي أرغب في تشجيع الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، حيث يجب أن يعيش المسيحيون إيمانهم بحرية ويطلقوا نداء ملحا من أجل السلام في العالم والشرق الأوسط، وهو سلام لن يصبح فعالا إلا إذا استند إلى احترام حقيقي للآخر. المواكبون للحدث الكاردينالي تمنوا أن تنعكس صورته الجامعة على الداخل اللبناني. لازم نحن نكون على قد هالتكريم وقد هالتقدير اللي عطيه قداس البابا لكنيسة لبنان، وما نلتهي بالقشور ونروح للمجال الأوسع والكبير اللي هو مصلحة لبنان، مصلحة كل اللبنانيين المسلمين والمسيحيين اللي التفوا حد سيدنا البطريرك بهالحدث اليوم. الكاردينال الراعي صلى ووضع باقة من الزهر أمام تمثال القديس مارون في جوار بازيليك القديس بطرس في حضور الوفود الروحية والسياسية والشعبية. القداس الماروني الأول له بعد تسلمه سدة الكاردينالية احتفل به الراعي في بازيليك القديس بطرس. هذا الإرشاد يرسم لنا الطريقة للسير بشعب لبنان ومع شعب بلدان الشرق الأوسط الذين يعيشون آلام النزاعات والعنف والحرب والتباعد والتنافر، نسير معاً إلى شركة الاتحاد بالله عمودياً وإلى شركة الوحدة بين جميع الناس أفقياً، حيث المحبة هي الدافع إلى الشركة ببعديها وهي الرباط الذي يحفظها ويشددها. مريم العذراء هي مثال هذه الشركة وحاميتها فينا وفي الكنيسة. وبذلك يكون الأسبوع اللبناني في الفاتيكان قد اختتم ليعود الراعي إلى لبنان ويتابع نشاطه ليس المحلي فحسب، بما أنه يعود محملاً برسالة بابوية مشرقية. لفتة مميزة خص بها الحبر الأعظم الوفد اللبناني المرافق للكاردينال الجديد، مذكراً من خلال تحيته بأن اختيار الراعي لم يأتي عبثاً، بل هو رسالة إلى كل مسيحي الشرق من أجل التمسك بأرضهم على الرغم من الضغوط المتنوعة التي يتعرضون لها. من الفاتيكان، كريستين حبيب، قناة الجديد.